تعال نروح لقصة مختلفة حبتين. هي القصة اللي فيها الحب وفيها العطاء والكرم بتاع النفس. قصة قد تبدو في بدايتها تجربة شخصية شديدة الألم بعد إصابة أبنائها بمرض ذو الفقاعة. هو مرض نادر جدا، حولت المهنة إلى عطاء حقيقي لكل الأطفال. معانا على زوم هناء هانم السادات. ازاي الصحة؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ انا عايز اسمع الحدوته من اولها بعد اذنك. الحدوته جميله الحقيقه، يعني لما ربنا بيبقى راضي عن انسان بيديله دايما هديه، وبيحاول بالهديه دي هي تشوف هيعمل فيها ايه. انا اسمي هناء السادات، وخلفت بنت ياسمين الزمرة. ياسمين اتولدت سنة 97 بمرض جلدي نادر اسمه انحلال الجلد الفقاعي، وهو مرض جيناتيك وفيه نقص مادة الكولاجين اللي بتلزق طبقات الجلد في بعض، فالجلد بيبقى هش، وتقريبا يعني اول لمسة فيه ممكن يطلع الجلد كله. ياسمين لما اتولدت كان ما فيش حد عنده فكرة من الدكاترة يقول لي ازاي اقدر اتعامل معها، لكن الحمد لله قدرت ان انا اقرأ واشوف اقدر ان انا اساعدها ازاي. ياسمين اتربت تربية زي الطبيعي بالضبط، رغما من كل الحاجات اللي هي كانت بتصيبها من اللمسة، من اللبس، من الوقع. راحت مدرسة الألماني وكانت بترسم، وكان عندها هواية الرسم، فعملت أول معرض ليها وهي عندها 9 سنوات، وتاني معرض 11 سنة، وتالت معرض 13 سنة، وتوفت وهي عندها 15 سنة. الله يرحمها، الله يرحمها. المرض ده الحقيقة مؤلم جدا، لأن هشاشة الجلد اللي بتبقى موجودة خارج برضو الجسم هي نفسها هي اللي بتبقى موجودة داخل كل أعضاء الجسم من جوة. فالطفل بيلاقي فيه صعوبة جامدة جدا في الأكل، لأن اللسان بيبقى أملس، وبعد شوية ممكن بدون العناية وبدون الاهتمام بالطفل من الأم بتبص تلاقي الطفل بيصيبه حاجات كتيرة جدا جراء هذا المرض، يعني من عدم الأكل طبعا، مع عدم البلع بيبقى عنده أنيميا حادة، الأنيميا بتخليه هو يعمل نقل دم، فلازم يبقى طريقة التغذية بتاعته بطريقة مختلفة وطريقة مهمة جدا. فالنقطة بتاعته إن لازم يبقى الأم عندها وعي كافي. الحقيقة كان أيام ياسمين كان المعارض اللي هي بتعملها كانت بتعمل توعية للمرض بتاعها، وكانت بتتبرع بريع الصور بتاعتها اللي كانت بترسمها، وكان بيشيد بيها كل الفنانين من ضمنهم المرحوم مصطفى حسين ودكتور مصطفى الرزاز ربنا يديله العمر. فطبعا كانت هي بتتبرع وتروح بنفسها تشوف الأطفال الموجودين في القصر العيني وكانت بتساعدهم. لما توفت ياسمين الحقيقة كان الدكاترة بتبعت لي الأمهات على إذن أقدر إن أنا أوعيها، فابتديت ب20 حالة بعد ما أسست المؤسسة سنة 2014. دلوقتي أنا وصلت ل250 حالة على مستوى مصر، وده يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة لهذا المرض العين. الحقيقة إن معظم الناس اللي بتيجي المرض ده يعني بيتعرف من أول ما الطفل بيتولد، فالحالات اللي بتجيلي من المحافظات بتبقى الحقيقة شديدة الصعوبة، لأن الأم ما بتبقاش عندها أي دراية، فالطفل بيوصل إلى مرحلة الإعاقة، يعني ما بيقدرش يمشي، ما بيقدرش يمسك حاجة بإيده لأن الضوافر بتقع والإيد بتتني، فبتبقى الإيد في تقريبا كلها لبعضها في كتلة واحدة. فإحنا في المؤسسة بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوعي ام، ونحاول ان احنا نستقطب الطفل اللي هو بيبقى عنده
يعني تقريبا عايش بنوع من الاكتئاب، لان دخول مروحه المدرسه بيبقى بصعوبه، التقائه مع الاطفال بصعوبه، نظره الناس ليه بتبقى نظره مش حلوه، تقريبا بيبقى شكله عامل زي الحرق درجه ثالثه. فالناس بتخاف تقول ان هو معدي المرض، ولكن هذا المرض غير معدي بتاتا. فبيبقى الطفل عايش جوه جسمه كده في البيت دون اي اهتمام. الحقيقه احنا في المؤسسه مش بس بندي المتطلبات الطبيه، ولكن احنا كمان بنبقى زي نادي ثقافي للاطفال اللي بيتلاقوا مع بعض في كل مراحل الوقت، وبنديهم دروس كثيره في الفن. لاني انا لقيت من خلال حتى بنتي ان الفن الارت ثيرابي اللي هو الفن العلاج بالفن ده احسن حاجه ممكن ان الطفل يتنافى الالم اللي هو فيه ويقدر يطلع انتاجيه على الورق. فابتدينا نجيب مدرسين متطوعين الحقيقه من نفسهم، وابتدوا يدوا للاولاد دروس في الفن في الديكوتاج وفي المندل والالوان بالميه على حسب قدره كل طفل. فلما لقيت ان في قبول جامد جدا وان هم واخدين ياسمين كمنظوره جميله يعني كايقونه يقدروا ان هم يعملوا زيها من كثر ما هم مبسوطين، فقلت لهم لو ابتدينا نعمل شويه رسومات جميله احنا ان شاء الله هنعمل لكم معرض رسم لكم. فالفكرة عجبتهم جامد وعملوا إنتاجية كويسة، وعملت لهم فبراير 13 امبارح أول معرض في أطفال الحلال جلد الفقاعي في مصر والعالم كله، لأن أنا عضوة في المجلس التنفيذي في أكبر مؤسسة عالمية بيها 50 دولة تحت مظلتها، كلهم بيتعاملوا مع بعض لتواجد علاج لهذا المرض، داخلهم اطباء وباحثين ونيرسز ومتطوعين. فانا من احدى المجلس عضوه من احدى المجلس التنفيذي للبيجرا العالمي. بالنسبه للي احنا عملناه امبارح الحقيقه ده يعتبر الاول في مصر وفي العالم كله. فدي انا فخوره بيهم جدا، وباعوا الانتاج بتاعهم والناس شديد بيها وناس كتير قوي جم المعرض. الحقيقه انا مبسوطه وسعيده لان بيهم هم يقدروا يوصلوا كلمتهم للمجتمع اللي يعني مش عاطلهم الأحقية في الحياة زيهم زي أي حد. أنا مش عارف أقول إيه لو أنا لقي كلام، كنت اتكلمت ألف كلمة يمكن من ساعة ما حضرتك اتكلمتي وسألت ولا استفسرت. الفقد شيء مؤلم جدا قد يدفع البعض منا للعزلة، لكن هناء هانم هو دفعك لخدمة الإنسانية مش للعزلة على الإطلاق. احنا يعني مش عارف هو المصطلح اللي هستخدمه ده يعني قد يكون، والنبي بوسيلي قلبك، انت قلبك ذهب. يا رب انا بحبك وبحب كلامك لانك بتخش في الموضوع وعندك احساس جامد جدا دايما الانسان المحتاج مش كمان المطلوب. هؤلاء الاطفال يحتاجون الى رعايه، بيحتاجوا الى الاهتمام الدولي بيهم، يحتاجوا ان هم يبقوا تحت مظله 5%، لان في عندي منهم متخرجين يعني هم الحياه يعني هم ما بيعيشوش كتير، فليه ما نديهمش الحقيه في الحياه؟ اللي بيعيش ويوصل لغايه ال 25 وال 23 قله، لكن ما بيقدروش ياخدوا اي نوع من الاهتمام الحكومه، يعني مش محطوطين او المرض نفسه مش محطوط تحت مظله ال 5%، فيعني بيخلصوا جامعه بكل الكفاح بتاعهم اللي هم بيمروا بيه، لكن ما عندهمش الاحقيه يساعدوا، فبيجي لهم نوع من الاكتئاب، وهو ده اللي يبقى هنساعد بعض في كده. هتساعدينا في ان احنا نعمل حاجه حلوه، وهنساعدك قدر ما استطاعتنا يعني في ان احنا نعمل كده ان شاء الله. لان خلي بالك ان رئيسنا بيحاول بقدر الامكان ان هو يناشد برضه الشعب بان الاهتمام بدول الهمم ودول الاعاقه هم صح. من دول الهمم حقيقي لان دماغهم جميله طبعاً. وقلبهم جميل طبعا طبعا. انا بشكرك مره تانية وارجوكي تاني، ارجوكي بوسيلي قلبك، هي مسألة معنوية جدا. كل الشكر لهناء هانم السادات على تجربة أكتر من عظيمة أكتر من رائعة.